للحمام ويقول لي خد علي خوخي خوخة خوخة خوخي يا خارجة من باب الحمام. ما انت يلا يا بنت بتعملي ايه ده كله؟ الفسفور ده هيبرد. بستعد لليلة الطويلة يا عمري وبجهز لها، ما تديني فرصتي. خير؟ حضرتك مين؟ مين ده ايه؟ أنا مايسة، إيه رأيك؟ والله أنا شايف إننا ناكل وننام على طول، وكفى الله المؤمنين شر القتال. وننام على طول؟ مستعجل يا شقي؟ مستعجل إيه؟ أنت فهمتني غلط والله. طب يلا، أنت مش قلت لي إن أنت وأنت جاي هتجيب لي معاك هدية؟ آه صحيح، والله كويس إنك فكرتيني. هقوم اجيبها لك واجي عقبال ايه؟ ما تمسح المكياج اللي انت عاملاه على وشك ده. اصل انا بعشقك وبموت فيكي بملامحك على المحاره. اشحن بخمسه جنيه ها؟ هقوم اجيب لك الهديه. شفت القصه بالبشاعه دي قبل كده؟ انا اول مره اشوف واحده مقتوله بالبشاعه دي. مش مقتوله، مش مقتوله، منتحره، منتحره. طب خلاص ماشي ماشي. أنا أول مرة أشوف واحدة منتحرة بالبشاعة دي. أنت بتضحك، أنت ما عندكش دم يالا، واحدة مقتولة قدامك وبتضحك. العربية فاضية يا حبسبور. تعالى فاضية. اه فاضية ازاي؟ تعالى شوف. لا حول ولا قوة إلا بالله. الجثة فين؟ الإزاز، الدم كان على الإزاز. الدم راح فين؟ وديت الجثة فين يا عباس؟ يعني هودي الجثة فين يا عبصابور؟ طب وديت الدم فين يا عباس؟ يا عم وديت دم ايه ده بقى يا عبصابور؟ أنا فهمت كل حاجة. إيه؟ هي البت اديتك برشامة؟ برشمتك؟ البرشامة ونونت معاك؟ قعدت تتخيل بقى كل القصة اللي أنت جاي تحكيها لي دي. عليا الطلاق، أنا ما ببرشم يا أخي، أنت بتفهم إزاي؟ ما ببرشمش. إيه الجثة كانت موجودة هنا وأنا كنت قاعد جنبيها؟ فعلاً عندك حق يا عبصابور. أنا فهمت اللي حصل بالظبط. يبقى هي اتضايقت من الموت، زهقت يعني، قالت طب اقوم امشي رجليها شويه وبعدين ارجع اموت تاني. بتهزر في القتل يا عباس؟ يا عيال اللي بهزر يا عبصابور، هي فين؟ ممكن يكون واحد خد الجثه ومشي. فعلا يا عبصابور، جثه زي دي في حته مقطوعه زي دي ما تتسابش، ما تتسابش يا عبصابور. بس يا عباس برشمتك. بس يا عباس ودواته يا اخي. بقول لك ما ببرشمش يا اخي، ما ببرشمش. هي فين؟ هنا، كانت هنا. ايوه، وحد بقى جه خدها؟ يعني حد هيجي ياخدها ويسيب العربيه يا عبصابور؟ انا اللي اعرفه ان ياخد العربيه ويسيب الجثه. اضعف الايمان ياخد الاثنين، انما ياخد الجثه ويسيب العربيه. عبصابور ايه؟ كلنا كنا في الاول كده مع اول برشامه. عبصابور برشمتك يا عبصابور. يا جدع ما برشمتش يا جدع، والله العظيم ما برشمت. انا اقول لك اللي حصل بالظبط، هي كانت قاعده جنبي وانا كنت قاعد مكان السواق هنا كده. اه. وبعدين قامت قعدت وتضحك وبتاع، وقامت مطلعه مسدس وحطاه في بقها. انا قلت بتستطعمه، قامت طلعت الطلقه وقتلت نفسها يا عباس، ما طلعتش بتستطعمه. اهدى طبعا يا عبصابور، اهدى اهدى خلاص. انا مجنون. لا انت مش مجنون. صح، لا انا مجنون. لا 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 انا مجنون. لا 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 انت مجنون. امال ايه؟ لا انت عاقل جدا، انت زي الفل. امال راحت فين الجثه؟ معلش راحت فين؟ هتلاقيها هتيجي بسرعه. يبقى انا مجنون. هتيجي هتيجي هتيجي. اهدى بس وانا هجيب لك الجثه. اهدى بس، اهدى يا عبصابور. لا حول ولا قوه الا بالله. برشمتك يا عبصابور. يا جدع ما برشمتش، ما برشمتش والله ما برشمتش. طب خلاص خلاص يا عبصابور، انت تعالى معايا بس اشطف وشك بشويه ميه، وبعد كده نشرب حاجه دافيه وتتغطى كويس وتنام، هتبقى بكره زي الفل. هننام هنا؟ لا هننام في البيت. والجثه؟ انا فرحان بيك قوي يا عبصابور. ليه؟ بقيت بتبرشم. يا جدع ما برشمش والله العظيم ما برشم. انت بتضحك ازاي وبقول لك في جثه في العربيه؟ برشمتك يا عبصابور. انا عايزكم بقى يا جدع بقى. ولقيتها. شفت يا حياتي؟ جبت لك الراحة اللي أنت بتحبها أهو. مين دي يا سيد؟ مين دي؟ قصدك على ديه؟ ده أنا بحسبها معاك أنت. معايا بالرب؟ أنت جايب واحدة من الشارع في بيتي؟ شارع إيه يا أمو شارع؟ ده جوزي يا حبيبتي على سنة الله ورسوله، زي زيك بالظبط، وكمان في شهر العسل. نعم يا أختي؟ وكمان في شهر العسل؟ أنت اتجوزت عليا يا سيد؟ آه اتجوزت عليكي. بدل الارنبه اللي معاه ما بيجيبش، قلت اجيب ارنبه غيرها. ارنبه؟ انا يتقال ارنبه؟ لا لا، لم نفسك يا رجلاه برمجه ربك ورب اللي جايبيني. هدي كده، خدي هدي كده. دماغي دماغي.
طب بص بقى يا نجلاء، انت طالق يا نجلاء، طالق طالق. انت بتطلقني انا عشان دي؟ اه اهو. اه, آه.